موضوع اللي عند الفنانة كاملين صراحة، هو أنه مع كامل احتراماتي للناس اللي لا علاقة بالضمن ولو كيخدموا لي كياخذوا البطولة، ما عنديش معهم مشكل وما كنعممش من هذا المنبر هذا، غير هو ما ينساوش الممثل ديال شحال هذه، الممثل القديم، الممثل اللي دوز 40 عام اللي دوز 50 عام في الحرفة وتهمش واحد التهميش اللي خيب اللي منهم نيت. أنا ما غنقولش تهمشت، ما نحقرش راسي، ولكن التقسيط يعني ما بقاوش تكون عندي اقتراحات، ما بقاوش تعطوني ادوار، ما بقاوش رغم انني معترف بيا من طرف وزاره الثقافه وعندي لاكارت بروفيسيونيل اللي خصني نكون في كاع الاعمال اللي خاص الدوله هي اللي تقول لا خاص ليلى فاضلي تكون في هذا العمل. دابا ولاو لاكارت بروفيسيونيل عند اي واحد تصور انايا دغنيغمون خاصهم يعرفوا هذا الموضوع، لان انا تنحبس راسي نقول ما خصنيش ندوي في هذا الشيء، لحقاش بعض المرات كندوي في شي حاجه اللي كتبعد عليا الخدمه. تنقول يعني باختصار ما يتهمش الممثل المغربي، الممثله المغربيه.